راه جا عندنا نبيل الحلو وعندو شي مسلسل غادي يدوزو في رمضان، وبغى مدراستنا تتطوع معاه في هذا المسلسل. انا عزيز عليا المسلسلات، ياك ما باغي يدير سامحيني. باغي يدير داكشي ديال كليوباترا، وانتوما بغاكم تكونوا الكومبارس. ولا واه استاذ، حنا تبارك الله مجموعين هنا غير المواهب، كلنا كنعطيو للتمثيل 10/0 وباغينا نكونوا غير الكومباس استاذ. اطع نجي نحط على الخبز هيك تمام، ومنحط ايدينا من النص وبنسحبوا لعنا مشان نتحكم فيه تمام. هلا نبدا بطريقه اللف، اول لفه بنحطها هيك بلفه صغيره، وبنضل كابسين ايدنا طبعا مشان ما يفرتك، ما يطلع من هون ومن هون. هلا عنا مرحله ثانيه للقلي. وهاد الاسماك كتعرف في شهر ديال رمضان واحد التزايد في اثمان، وكيكون اقبال على السمك، والسبب ديال الاقبال كيتزاد الثمن في مرسى. حنا كنا كنجيبوا الحوشه ب 100 درهم 11 فرانك، هاد السردين اللي كتشوف فيه انت 11 فرانك كنا كنجيبوه، ودابا كنجيبوه ب 20 فرانك وكتبيعوه هنا في السوق ب 10 درهم ثمن لمرسى. هاد الشيء مزيان لهم هما البياع والشرايه، واللي خارج على السوق هما الشناقه اخو. تلمات المرأة تهرست من رجليها بجوج، المرأة الأخرى تهرست من يديها، طاح هذاك الشيء طاح علينا مع 6 الصباح، ناعسين حنا ناعسين، طاح علينا هذاك الشيء، طاح علينا، طاحت علينا الدار. العصير هو واحد المشروب صحي اللي تعطينا طاقة، لأنه تحتوي على سكريات سريعة وفيتامينات، فيه أيضا الماء والأملاح المعدنية. غير خاصنا نفرقوا بين العصير الصحي وبين العصير الصناعي المعلب اللي تيكون فيه واحد الكمية كبيرة من السكر المضاف، وبالتالي ما عندوش قيمة غذائية كبيرة. وجيل سيزار ما كانش عنده هاد الرباك اللي عندك انت. غير عطيني شي دور، واخا تعطيني غير هذيك الريشة ديال النعام باش نبقى نصط عليها البرد. هذه السيراميد ما كيلعب معها حتى واحد، انا دايرها في واحد المشهد يوميا كتحمم بالحليب باش تبقى زوينه، وانا زعما ما نصلحش نلعب الدور ديال الحليب. المغرب ملتزم بالتطبيقات السلميه للطاقه النوويه منذ عقود من الزمن، ولكن وضع له واحد الاطار. الاطار الاول هو هذا المركز للابحاث التقنيه والعلميه في المجال النووي، غادي نتكلم عليه. والاطار الثاني هو وكاله للحرص على الامن والسلامه للمراقبه، اللي هي الوكاله الوطنيه للامن والسلامه في المجال النووي. ديك سيدي الطريق هذه ديما كندوز فيها، معنا كنمشي لبوزكوله بزاف، قبل كاع ما تكون هذه القنطره. بعدا دابا الا كنتي غتجي للمعارف خاصك على الاقل كتلقى سير كيلاسون مزير، كتجي من جهه سيدي مسعود والقنطره مزيره، على الاقل غتوصل للمعارف على ساعتين دماغانه ولا ثلاثه بعض الاحيان قبل ما يدخلوا الناس للخدمه. ولكن ملي دابا ان شاء الله غتحل هذا الطريق غادي الوقت غادي تسرح في البلاصه. هاد الجلبه هادي باغ كونطخ القصه ديالها شويه مختلفه، درنا مزج بين جلبه والقندوره، موسلين جورجاج دائما، غير هاد المره في لاست الاوني عملنا شويه لامبريمي باش نخرجوا من داك لو كلاسيك ديال اللون اوني. لو بلوس في هاد الجليبه اننا درنا لها واحد البليغه اسورتي مع لو تيم في اللون ان رابيل ديال لامبريمي ديال هاد القنيدره.